حينما يمتزج الحرف العربي بمنمنمات ولوحات تشكيلية، فتلك هي الحروفية في أرقى صورها الفنية، يروي فيها الحرف قصة مكان وزمان وكل ما يختلج في الوجدان. ذاك ما عكسه بهو دار الثقافة بولاية الصيف. الحرفية أصبحت حاليا التوجه المقبول جدا في الساحات التشكيلية. في الحرفية رسالة تخترق الألوان، فلا تسأل فقط عن سر جمالها بل عن وقعها في العين والأذهان. الحروف التي تتراقص في هذه المساحة ربما هو إيحاء الفنان أيضا بحالة من الوجد، بحالة من الاتصال الروحي من خلال التجربة التشكيلية. هو يوظف الحرف منطلق به في مساحة لوحة ربما بيضاء أو مهيئة من أجل أن يقول شيئا ما ربما تقربا إلى الله عز وجل. للحروفية أهلها في الجزائر، لكنها لا زالت بلا عنوان، تبحث عن مدرسة تحتضن أكثر من فنان. ما أتمناه وما أرتجيه خصوصا في حضور معالي الوزير وزير الثقافة الذي يعد بالكثير في هذا المجال، هو وكما سمعته يقول أنه من اللازم أو من المحتم تأسيس مدرسة للخط العربي، خصوصا أن هؤلاء الشباب كونتهم العصامية، لذلك يجب الاهتمام بهم في إطار مدرسة تهتم بصقل مواهبهم. عندما يحتضن الحرف الألوان لا بد أن يتوقف الزمان ليحاكي حضارة رعاها الرحمن في كتاب اسمه القرآن.